دي طبعا اهلا بكم مرة تانية. دي المحاضرة ذا فيفث لكتشر في الكورس بتاعنا. احنا كنا في الفورث لكتشر كنا اتكلمنا على حاجة اسمها consequences of chronic disease and disability او consequences of chronic illness and disability. في محاضرتنا النهاردة هنكمل الـ consequences ديت، واحنا بفكر حضراتكم بايه. احنا قلنا ان في 8 consequences، 8 يعني 8 اشياء بتحدث او 8 نسميها عواقب بتحدث في نتيجة ان الشخص بيبقى عنده كرونيك ديزيز. الاسترس والكرايسيس، واتكلمنا كمان عن لوث اند جريف، ثم بادي ايمج اللي هي صورة الجسد بادي ايمج، ثم عندنا كمان النهاردة هنتكلم على السيلف كونسبت، وهنتكلم على الاستيجما، وهنتكلم على الانسرتينتي اند بريدكتابيلتي، ثم كونكلوجنز بالكواليتي اوف لايف. طبعا لاست ليكتشرز واحنا وي توك اباوت ستريس كرايسيس لوث اند جريف اند بادي ايمج. توداي وي ستارت باي سيلف كونسبت. سيلف كونسبت از يعني كونكتد اور ريليتد، يعني كلوزلي ريليتد، بيرتبط ارتباط قوي بالبادي ايمج. فالسيلف كونسبت برضه يعتبر مينتال بيرسبشنز لان الشخص بيكونه حوالين صورته الشخصيه. طيب يعني ايه سيلف كونسبت؟ وات از سيلف كونسبت؟ كما تعودنا ان احنا بنحب نستارتنج ذا اني نيو كونسبت باي ديفينيشن، بنحب دايما نبدا اي حاجه جديده بنتكلم على الديفينيشنز، يعني نعمل كلير الى حد ما كلير ديفينيشن. يعني ايه سيلف كونسبت؟ يعني ايه كل واحد فينا عنده مفهوم عن نفسه، مفهوم عن ذاته. اكيد طبعا كل واحد عنده تصور عن نفسه، تصور ذهني حوالين ذاته. ايه مواطن القوه اللي عندك وايه مواطن الضعف اللي عندك؟ ايه الحاجه اللي بتميزك؟ ايه الحاجه اللي بتخليك انك انت تعتبر اهم ميزه موجوده فيك؟ هل الجانب المينيتال ولا الجانب السوشيال ولا الجانب الايموشنالز، ولا انت يعني عندك بالانس في كل حاجه؟ كل واحد فينا عنده ايمج حوالين نفسه. طبعا البادي ايمج جزء من السيلف كونسبت، لكن بنقول وان سيلف كونسبت اند سيلف ايدنتيتي، في مفهومين ار لينكد، مرتبطين ببعض جدا. في مفهومين، حاجه اسمها السيلف كونسبت، مفهوم الذات، وفي حاجه اسمها السيلف ايدنتيتي او هويه الذات، هويه الذات او جوهر الذات. بيبقى عندك سيلف كونسبت ده جانب سيكولوجي، بيبقى في جانب يعني بيبقى عباره عن تصورك انت. احيانا بيبقى ملوش علاقه بالسيلف ايدنتيتي، يعني هويه الذات او حقيقتك. احيانا بتبقى انت انسان يعني شجاع جدا، عندك سمه الشجاعه، لكن انت شايف نفسك غير كده. فاحيانا بيبقى في السيلف كونسبت والسيلف ايدنتيتي او ما يسمى مفهوم الذات وحقيقه او جوهر الذات. الناس دايما بتتعامل مع، ما بتتعاملش مع السيلف ايدنتيتي للاسف، ولما هنشوف حالا دلوقتي بيتعاملوا بيخلوا في فرق ما بين الاثنين. الاثنين دولت السيلف كونسبت والسيلف ايدنتيتي ار لينكد تو بادي ايمج، مرتبطين بصوره الجسد اللي احنا اتكلمنا عليهم. And often seen as conscious social derivative of it. ودايما شايفين ان هو عباره عن، او شايفينهم الحاجتين دولت على انهم حاجات بتشتق من، يعني يعتبر مشتق من العلاقات الاجتماعيه. يعني الحاجات دي كلها بتشتق and seen as conscious social derivative of it. دايما شايفينهم ان هم بيشتقوا من البادي ايمج، يعني صوره جسدك هي اللي بتخلي عندك السيلف كونسبت والسيلف ايدنتي اللي هو البادي ايمج بتاعك. والاشتقاق ده، او ان احنا بنستخرج تصورنا نفسنا وتصورتنا عن هويتنا الشخصيه من خلال البادي ايمج، هذا الاشتقاق بيغلب عليه الطابع الاجتماعي از كونشس، ودايما بيكون في قدر من الوعي. بالرغم ان احنا ما قلنا على البادي ايمج قلنا انكونشس، لكن السيلف كونسبت الواحد بيبقى واعي بيه. المهم ان السيلف كونشس والسيلف كونسبت والسيلف ايدنتيتي الاثنين ار لينكد تو بادي ايمج، مرتبطين بتصورنا عن ذاتنا. اند اولفن سين از كونشس سوشيال ديريفاتيف، زي ما شايفين انها عباره عن اشتقاقات اجتماعيه واعيه. بنشتقها منين؟ بنشتقها من هذه، من بادي ايمج، من صوره الجسد. برضو دايما بنسال نفسينا ايه علاقه ده بالكورونيك ديزيز اند ديسابيليتي. اكيد ان البادي ايمج شفنا ازاي بيتاثر، فده بيأثر في السيلف كونسبت. هاويفر سيلف كونسبت اند سيلف ايدنتيتي مي بي ديسكوردنت. يعني ايه ديسكوردنت؟ يعني متعارضين، متناقضين، احنا بنبقى مختلفين.
for many individual with a visual disability. ومع ذلك بنجدهم يعني برغم ان هما الاثنين بيشتقوا من body image الا انهم بيكون في بينهم اختلاف، في بينهم discordant. لمين؟ للاشخاص اللي عندهم with visible disability، اللي عندهم اعاقات بنشوفها. خلي بالكم برضو لان في بعض disability invisible، يعني الشخص اللي عنده مثلا كانسر قد يكون ده نعتبرها يعني invisible، غير مرئية. لكن الشخص اللي عنده امبيوتيشن، عنده بتر في ايده، عنده عينه مثلا رايحه، عنده تشوهات في حاجات ظاهره الناس بتبص عليها تشوفها، الشخص اللي عنده مثلا اسكلوريسيس اللي هو الشخص اللي عنده تصلب في الشرايين، الشخص اللي عنده اليبسي اللي عنده صرع، ممكن الحاجات دي الناس تشوفها. ففي بعض الديسابيليتي فيزيبل وفي بعضها انفيزيبل. بعض الامراض الديابيتس مثلا احيانا ممكن بعض الناس ما بتشوفوش الا لما تظهر اعراضه، وممكن الشخص يجيله غيبوبه سكر مثلا. ففي بعض الحاجات بتبقى فيزيبل بعضها انفيزيبل. فالمشكله بتبقى مع مين؟ السيلف كونسبت والسيلف ايدنتيتي بمختلفين، مفهوم الذات وحقيقه الذات او ما يسمى هويه الذات بيبقوا مختلفين او متعارضين مع الاشخاص اللي عندهم فيزيبل ديسابيليتي. خلي بالكم الحته دي، فيزيبل ديسابيليتي مش اي حد، الناس اللي عندهم شكل من اشكال الاعاقات المرئيه اللي ممكن الناس تشوفها، خصوصا طبعا الامبيوتيشنز، الشخص اللي عنده بتر، الشخص اللي عنده مثلا يعني عنده شلل فبيقعد على كرسي بصوره مستمره، الشخص اللي مثلا كفيف، الحاجات اللي بتبقى الناس اول ما تشوفها تاخد بالها منها. طبعا بتبقى دي بيبقى في سيلف كونسبت وسيلف ايدنتيتي بيبقوا مختلفين وفي بينهم تعارض. طب ايه السبب؟ برضو لو حبينا نشوف السبب هنلاقي في الشريحه الجايه الاجابه. The sense of self، جوهر الذات، جوهرك. دايما الناس بتتعامل مع المظهر ولا تتعامل مع الجوهر. سيلف، السنس اوف سيلف اللي هو جوهر الذات اللي احنا سميناه السيلف ايدنتيتي، جوهر الذات ده هو السيلف ايدنتيتي which is privately owned. طبعا دي حاجه بتبقى يعني كل واحد فينا بيمتلكها بصوره خاصه بيه، and outward presented وبيعبر عنها للناس، يعني بيظهرها للناس. يعني جوهرك اللي انت بتكون حاجه عندك بتميزك وبكون حاجه انت بتعبر بيها من الناس، مي بي دينايت ان سوشيال انتراكشن، ممكن انها تحصل لها عمليه انكار، الناس تنكرها، تنكر جوهرك ان سوشيال انتراكشن اثناء التفاعلات الاجتماعيه with other who respond to person respond to the person as disabled، للناس اللي بتتعامل مع الشخص ده على انه في المقام شخص معاق. ليه؟ لانهم فيرست بيركزوا بصوره اساسيه على فوكسنج اون ابيرنس، على مظهره، راذر ذان ايدنتيتي، اكتر ما بيركزوا على الجوهر. جوهر ذاتك، لما الشخص اللي عنده اعاقه طبعا جوهر الذات بتاعته ما الناس ما بتركزش عليها قوي، بتنكرها وتركز على الجانب الظاهري، على المظهر الخارجي، المظهر الخارجي اللي بيتاثر بالاعاقه اللي موجوده عنده. زي ما قلت ان مش لازم تكون الاعاقه فيزيبل، فالناس بتشوف ان هو معاق، فما تركزش مثلا في ذكائه، ولا تركز مثلا هو شخص ذكي او شخص مثلا اللي عنده جانب ايموشنال عالي، ويبقى كل فوكس بتاعهم للاسف على الجانب الظاهري، فوكس اون ابييرنس، بيركزوا على المظهر rather than identity اكثر من تركيزهم على الايه، على الجوهر. وده طبعا بيعمل شكل من اشكال انه بيبقى فيه تناقض ما بين مفهوم الذات وجوهر الذات. الناس بتركز دايما على المظهر، فنلاقي ان مفهوم الذات بيتاثر بردود افعال الناس، فنجد ان الانسان ممكن يكون ذكي جدا لكن هو مدرك نفسه او بالسيلف بيرسبشن بتاعه لانه شخص غير ذكي. هنرجع مره تانية ونقول ان في فرق ما بين السيلف ايدنتيتي والسيلف كونسبت. السيلف كونسبت ده بيبقى تصورك انت عن نفسك، لكن السيلف ايدنتيتي هو عباره عن جوهرك، الحاجه الحقيقيه، سيلف ايدنتيتي جوهرك اللي بتعبر عنه مع الناس، لكن للاسف مي بي دينايت، ممكن الناس تنكره في اثناء التفاعل الانتراكشن. من مين اللي بينكره؟ هو ريسبوند تو ذا بيرسون از ديسيبلد فيرست، اللي شايفين ان الشخص ده اول حاجه بتنطبع ذهنهم هو ان هو شخص معاق. طبعا ليه؟ لانهم فوكس اون ابييرنس راذر ذان ايدنتيتي، وبالتالي بيركزوا على مظهره اكتر من جوهره، thereby losing sense of the person real self، وبالتالي بيفقدوا جوهر او حقيقه يعني الذات الحقيقيه لهذا الشخص، ما بيبقاش عندهم يعني بيركزوا على الظاهر، وبالتالي
بيفقدهم through things the sense of the person's real self, حقيقة الشخص. فالسيلف كونسبت والسيلف ايدنتيتي الاثنين بيبقوا مختلفين. مختلفين امتى؟ في حالة الشخص اللي عنده visible disability. برضو بأكد على انه visible disability يعني عنده اعاقة ظاهرة ممكن تشوفها كده بعينيك. فالناس اول ما بتشوف حاجة العين بتسيطر وتعمل الموضوع، بالتالي بيبقوا للأسف الشديد بلوزينج سنس اوف ذا بيرسون ريال سيلف. طبعا ده على ليس شخص، ليس فقط على الشخص المعاق على فكره، احيانا الناس كتيره جدا بتتعامل مع المظهر، مع الابيرنس، مش شرط حتى اللبس. يعني ممكن شخص داخل لابس لبس هاي ولابس لبس كده يعني ناس تنبهر باللبس وما تهتمش ان هو شخص يعني سطحي في تفكيره، او انه شخص، او العكس يكون شخص يعني عبقري جدا في تفكيره الا انه لبسه وش مظهره، فيخلي بعض الناس تهمل السيلف ايدنتيتي حقيقته، جوهر ذاته، وتركز في الابيرنس. طبعا ده شيء يعني كلنا بنعاني منه للاسف الشديد. وبعض الناس يعني طبعا حتى لما تشوف شخص يعني بنيته الجسمية مختلفة. فإذا احنا بنأكد على فكرة في حاجة مهمة جدا، في حاجة اسمها السيلف كونسبت والسيلف ايدنتيتي. السيلف كونسبت ده يعني الناس شايفاك ازاي، وطبعا ده بيأثر فيك وتصبح انت شايف نفسك زي ما الناس شايفاك. لكن سيلف ايدنتيتي ده جوهر او هوية ذاتك، الحاجات الجوهرية اللي موجودة فيك اللي للأسف الشديد ممكن تكون مختلفة عن الصورة الذهنية انت مكونها عن نفسك، لان السيلف كونسبت ده يعني بتأثر قوي بالسوشيال انتراكشن. طيب مرتبط بالسيلف كونسبت حاجة اسمها سيلف استيم. سيلف استيم يعني جادجمنت، حكمك على نفسك، تقديرك لنفسك، تدي لنفسك كم من 10. فالحكم سيلف استيم، the person self esteem representing the evaluative component، ده يعتبر المكون التقويمي الحكمي. evaluative هنا معناها شخص بنصدر حكم، بنقيمه. يعني حكمك او تقييمك لذاتك. انت عارف نفسك انت في الجانب الرياضي كذا، وانت عارف، لكن تحكم على نفسك بايه؟ انك انت شخص مثلا قوي. ده self esteem، تقدير الذات. يعني في حاجة اسمها السيلف كونسبت، تصورك عن ذاتك، حاجة اسمها السيلف استيم، تقديرك لذاتك. طبعا the person self esteem represent the evaluative component of self concept. gradually show a sign of erosions and negative. طبعا ده بالتدريج الشخص اللي عنده، اللي الناس بتركز على على مظهره، بالتدريج الشخص بيظهر علامات يعني نيجاتيف، بيبقى عنده تصورات ذهنيه عن نفسه سلبيه سيئه. طبعا كل ما فولوينج ذيس انكونترز، كل ما بيواجه ناس في اثناء السوشيال انتراكشن والناس تركز على الابيرنس وتنسى السيلف ايدنتيتي، مع مرور الوقت بيعمل عنده نيجاتيف، ما يسمى نيجاتيف سيلف بيرسبشن. يعني ايه نيجاتيف سيلف بيرسبشن؟ يعني عنده ادراكات عن ذاته سلبيه، بالرغم ان هو ممكن يكون شخص يعني ممتاز جدا في خصائص معينه، لكن الانتر اكشنز مع الناس، والناس اللي ما بتركزش على السيلف ايدنتيتي، بتركز فقط على السيلف، يعني بتركز على الابيرنس بتاعه، ده بيخلي الشخص يعني للاسف الشديد يبقى عنده تقدير لذاته منخفض، تقدير لذاته منخفض، او تقديرات سلبية كمان، يحكم على نفسه حكم سلبي. طبعا ده المفهوم الاولاني اللي هو السيلف كونسبت. المفهوم الثاني اللي احنا هنتكلم عليه اللي هو الاستيجما. استيجما طبعا لو حبينا نترجمها باللغة العربية، الوصمة، العار، ان الشخص بيشعر ان هو شخص معيب، في عيب ما، الشعور بان شخص يعني. طب حبينا اولا نعرف ان الاستيجما ده هو يعني بيبقى عباره عن سوشيال كونستراكشن، تكوين اجتماعي، الناس اللي بتكونه فينا، بتشعر الشخص اللي عنده اعاقه ان هو شخص يعني عليه وصمه عار، شخص معيب. ولذلك اول جمله، اول شريحه بيقول ذا امباكت اوف ستيريوتايبس اند بريجاتس. طبعا بنقصد بيه ايه؟ ان تاثير التفكير النمطي التقليدي والتعصب والتحيز بيعملوا ايه؟ كل ده بيؤدي الى انكريز ستيجما،
to hurt people with chronic illness and disability. بيخلينا ان احنا يعني بيزود الاحساس بالعار او وصمة العار اللي بتلصق دايما بالشخص اللي عنده chronic illness and disability, ان الشخص اللي عنده مرض مزمن واعاق. دايما احنا بنوصفه وصفات, وللأسف البعض حتى في الحياة بيوصف الناس بهذه الأشياء, وممكن نقول على شخص كلمة معينة أو نصف وصف معين عشان بنركز على إعاقته, فنقول على فلان مثلا أعرج أو فلان أعمى أو فلان مش عارف ماله, وطبقة تبقى كأنها وصمة عار بتحيط بهذا الشخص. لكن ده سببه إيه؟ stereotypes and prejudices, التعصب والتحيز والتفكير التقليدي, التفكير المتصلب, التفكير النمطي للناس. كل ده بيعمل increase stigma, بيزيد وصمة العار ناحية toward people with chronic illness and disability. خلي بالكم اللي كاتب الكلام ده غرب, يعني كوريجان وفلافو 2000 الكلام ده بيكتبه غرب, فما بالكم بقى في حياتنا في الشرق في الميدل ايست مثلا. الموضوع اصعب بكتير بمراحل ان احنا بنصف بعض بوصفات سيئه, لكن ده موجود في الغرب طبعا, اكيد موجود, والا ما كانوش درسوه ووثقوه بهذا الشكل, ان احنا ممكن حتى نصف بعض اشخاص لانه شخص اوبيسيتي سمين فنصف بوصف معين شخص, لانه وده طبعا يعني بنديله اوصاف معينه. طب ايه كلمه الاستيجما كما تعودنا برضو؟ وات از استيجما؟ يعني ايه استيجما؟ استيجما از ا سوشيال كونستراكشن, تكوين اجتماعي. الناس ذات ديفاين بيبل, اللي بيعرف الناس ان ترمز اوف ديستينجوشينج كاركترستيك, يعني دايما احنا بنعرف الناس من حيث ايه؟ خصائصهم او علاماتهم المميزه. زي ما قلت ايه علامة المميزة؟ الطويل, القصير, التخين, الرفيع, الاعرج, الاعمى, كذا, عايزين اي حاجة بقى نميزهم بيها. فالاسف بيبقى الاستيجما is a social construction that define people in terms of distinguishing characteristic or mark and devaluate them as, وبالتالي بينقصوا من قيمتهم كنتيجة لده, ومش بيوصفوا بحاجة, ما بيقولش العبقري, ولا بيقولش مثلا اللي هو الشخص الطيب, لا محدش بيصف حد بصفات ايجابيه للاسف. تجد معظم الصفات distinguishing characteristics or mark and deviate او devaluates them as consequence, وبالتالي بيقللوا من قيمتهم, بيقللوا من قيمه هؤلاء الاشخاص. وده حتى بنواجهه ما بين التين ايجرز, ما بين شباب, وما بين الادلت, وما بين التشيلدرن, كل مراحل العمريه, يعني all the ages, among all the ages we find this kind of labels, اللي احنا يعني نصف الناس بهذه الصفات. يبقى الاستيجما is social construction, a social تكوين اجتماعي that define people, اللي من خلاله بنعرف الناس in terms of distinguishing characteristics or mark, علامة او خاصية مميزة, and devaluate طبعا and devaluates them as consequence, وبنقلل من قيمتهم نتيجة لذلك. طيب ايه علاقة ده برضو بالمينتال ديسابيليتي او مينتال illness and disability؟ restriction imposed by clinic illness and disability. طبعا احنا قلنا قبل كده على restriction والlimitations, وعرفناهم على دول على انهم الاكتيفيتيز اللي احنا قلنا عليها disability. ايه هو disability؟ قلنا disability معناها limitation او restriction in activity, في الانشطة. فهنا الريستريكشن امبوست باي سي اي دي, القيود او القيود او الحدود اللي بيحطها علينا المرض المزمن, ليد تو ديفييت, بيخلينا ان احنا يعني بننحرف او نبتعد فروم سيفرال سوشيال نورمز اند اكسبكتيشن, وبالتالي بنبتعد عن المعايير المجتمعيه جديد المجتمع وتوقعات. يعني الشخص ما بيقدرش ينفذ كل المعايير الاجتماعيه وكل التوقعات اللي هو المفروض ان هو يعني زي ما قلت جميع المعايير الاجتماعية ما بنقدرش نلتزم بيها, ما بنقدرش ننفذها, زي utilization of healthcare service, occupational stability, الخدمات, ان احنا نستفيد من خدمات healthcare, الخدمات المساعدة او occupational disability, كل الكلام ده ما بنقدرش ان احنا يعني الشخص اللي عنده بيقدرش يلتزم بكل الحاجات دي, فبالتالي بيبقى الريستريكشن دي بتخلينا ان احنا مختلفين عن, او بيخلي الشخص اللي عنده كرون مختلف, وبالتالي بتبدا عمليه الاستيجما الموجوده. The art view طبعا عشان كده
بسبب كده الريستريكشن اللي موجود عليهم دايما بينظر لهم فيود نيجاتيفلي، بينظر لهم بصوره سلبيه باي سوسايتي، المجتمع بينظر لهم نظره سلبيه اند ريزلت ان، وبينتج الكلام ده ستيجماتيزنج بيرسبشن، بادراكات معيبه او التجربات اللي هي ايه يعني لها صفه العيب اند ديسكريمينيتري براكتس، وممارسات يغلب عليها طبع التمييز في الممارسه. يبقى اذا ان الشخص عنده حاجه معينه فتجد ان المجتمع بيدركه بصوره على انه شخص معيب او شخص فيه نقص او شخص فيه شيء ناقص، وبالتالي بيحدث الاستيجما او بتتكون الاستيجما او يشعر ان هو شخص معيب او شخص فيه عيب ما. موريفر فوق ده كمان مش اكتر، مش كده وبس، ده حتى الشخص نفسه اللي هو عنده كرونيك إلنس اند ديسابيليتي هو نفسه بيقتنع بالكلام ده، هو نفسه بيقتنع ان هو شخص معيب، ان هو شخص فيه عيب. موريفر فوق كده كمان when interacting by people، لما بيصبح الشخص اللي هو people with CID الشخص اللي بيحصل له internalizing يعني بيتشرب الكلام ده تبقى جوه منه. This stigmatizing encounter with other طبعا لما بيتشرب ويعتقد هو نفسه ان هو شخص معيب، كل ده increase life stress بيزود عليه ضغوط الحياة، reduced self esteem ويخفض تقديره لذاته، يبقى عنده نظرته لنفسه منخفضة and withdrawal وينسحب يبتعد from social encounter عن المقابلات الاجتماعية تمام، وينسحب including treatment ومن العلاج، وبينسحب rehabilitation environments ومن البيئات اللي احنا بنحاول فيها ان هو يعمل له اعادة تأهيل. كل ده بيحصل له نتيجة ان هو نفسه بيحصل له internalizing يعني بيبقى جوه منه ان هو حاسس ان هو شخص معيب، وبناء عليه بيعاني من اشياء كتيرة جدا، منها طبعا reduced in self esteem و increase in life stress و and withdrawal في social encounter يعني الابتعاد عن اي مقابلات اجتماعية، لو حاجات فيها مقابلة اجتماعية يعني هيقابل ناس زي ايه including treatment لو كان بيتعالج علاج جماعي، او انه rehabilitation environment او في بيئات كنا حاطينه بيئة عشان يعيد تأهيله للحياة، كل ده بينسحب منه لانه حاس ان هو شخص عنده استجماتايزنج، هو شخص يشعر جوه منه ان هو شخص معيب، شخص فينا جانب نقص ما. يبقى احنا شفنا مع بعض السيلف كونسبت وشفنا الاستجما، في الحاجة التالتة او رقم تلاتة الانسرتينيتي اند بريدكتابيليتي اللي هو عدم اليقين وعدم القدرة على التوقع او التنبؤ، برضو الحاجتين دولت بيخلونا مرتبطين consequence of chronic disease and disability. برضو ده بسبب ايه؟ although the course of some CID بالرغم ان مسار كتير جدا من ال CID اللي هي chronic illness and disability is rather stable or predictable، كتير من يعني المسار او مراحل الامراض المزمنة تبقى معروفة ومتنبأ بيها طبعا، او بعضها طبعا some of them زي الامبيوتيشن والسيربال بيلوسي زي مثلا الباتر او مثلا اللي هو الشلل الدماغي. موست كونديشن معظم الاعراض مي بي ريجاردد از يعتبرها نيذر ستيبل اور بريدكتابل، كتير من الاعراض ممكن نعتبرها انها غير مستقره ولا يمكن التنبؤ بيها زي الاليبسي او اللي هو الصرع والكانسر الديابيت الكانسر والديابيتس ملتوي طبعا المالتيبل سكلوررز، كل دي عباره عن امراض ما نقدرش نتنبأ اللي هيحصل فيها بكره، وكلها كرونيك ديزيز كلها امراض مزمنه، لكنها قليل جدا من الامراض المزمنه ستيبل اند بريدكتابل، واحنا اعطينا الامبيوتيشن والسيربال بيلوسي، لكن موست كونديشنز كتير من الامراض مي بي ريجاردد از نيذر ستيبل نور بريدكتابل، ولا هي اصلا مستقره ولا يمكن التنبؤ بيها، واكثر حاجه طبعا الاليبسي اللي هو الصرع والكانسر والديابيتس اللي هو طبعا السكري والكلام ده كله والتصلب الشرايين المتعدد، كل الحاجات دي ظروفها وامراض لا يمكن التنبؤ بيها، ممكن تجي له نوبه الصرع في اي وقت، ممكن تجي له نوبه السكر في اي وقت، ممكن يجي له كذا في اي وقت، ما نقدرش نتنبأ بالحاجه. قليل جدا من الكرونيك ايلنس اند ديسابيليتي ستيبل اند بريدكتابل سم ذا كورس اوف سم سي سم، لكن الميني موست كونديشن مي بي ريجاردد از نيذر ستيبل نور بريدكتابل، كتير منها ولا هو كذا ولا هو كذا. طيب ايه علاقه ده برضو ممكن ياثر ازاي؟
Indeed, the concept of perceived uncertainty in illness. طبعا ده مصطلح قدمه واحد اسمه ميتشل, قدم مصطلح اسمه او كونسبت او مفهوم اسمه perceived uncertainty in illness, يعني اللي هو بيسموه عدم اليقين المدرك في المرض. يعني الشخص بقاش عارف, ما عندوش يقين, هو قدم لنا المصطلح ده سماه perceived uncertainty in illness, اللي هو يعني المرض غير او عدم اليقين المدرك, يعني الشخص بقاش عنده يقين في مرضه. طب مين اللي قدم لنا؟ was coined by Mitchell, هو اللي قدمه لنا ميتشل ده. coined يعني هو اللي قدم المفهوم ده. to depict how uncertainty or the inability to structure personal meaning, يعني بيمثل او بيعبر عن عدم اليقين او عدم القدرة على ان الشخص يعمل معنى شخصي او يكون معنى شخصي للمرض بتاعه. طبعا ده result بيحدث if the individual is unable to form cognitive schema of illness associated event, لما يكون الشخص ما عندوش تصور معرفي, تصور ذهني معرفي للاحداث اللي مرتبطة بالمرض بتاعه. يعني ما قدرش, عندوش تصور ما بين, يعني شخص غير قادر على انه يكون تصور ذهني معرفي للاحداث المرتبطه بالمرض ده. يعني ايه الاحداث اللي ممكن تخلي يجيل غيبوبه السكر؟ ايه الاحداث اللي ممكن تحصل نوبه الصرع؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ فالشخص ما يعرف, مش عارف, ما عندوش معلومه, فيحصل عنده ما يسمى perceived uncertainty in illness, انه بيكون عنده عدم يقين مدرك في حاله المرض. وده مين اللي قدمه لنا؟ برضو ميتشل. ومره تانية ايه هو المعنى؟ ايه معناه uncertainty or the inability to structure personal meaning, ان الشخص ما عندوش معنى خاص به, هو مش قادر يكون او غير قادر او على تكوين معنى خاص لايه, للمرض بتاعه. وده سببه ايه؟ وده result, وده بيحدث if the individual is unable, اذا كان الشخص ما عندوش قدرة على انه to form a cognitive schema of the illness associated event. طبعا مفهوم perceived uncertainty in illness ده مفهوم طبعا فيه بحوث كتيرة جدا, ان الشخص طبعا ده بيتكلم دايما على الامراض اللي هي unpredictable, الامراض غير المتأنس فيها uncertainty, واحنا عطينا examples زي الكانسر وزي الديابيتز وزي المالتيبل سكلوررز, كل الحاجات دي ما فيهاش, والإليبسي الصرع, كل الحاجات ديت. فالشخص مش ما عندوش perceive, يبقى عنده بيكون لديه مفهوم concept of perceived uncertainty in illness. برضو ايه علاقة ده بموضوعنا؟ medical conditions, الحالات المرضية such as cancer that are marked by heightened level of perceived uncertainty, طبعا ده من الامراض اللي بيرتبط ارتباط بمستويات عالية جدا من عدم التيقن, مش واثق من حاجة, regarding disease, واثق مش واثق من ايه, من حاجات كتيرة جدا زي disease symptoms, اعراض المرض ايه, تشخيصه, diagnosis, treatment, علاجه, prognosis and relationship with family member, وعلاقته بافراد اسرته, who found to be associated, دايما وجدوا ان عدم اليقين وخصوصا بمرض الكانسر حوالين اللي بيرتبط بايه, بيرتبط with decreased psychological adaptation, طبعا كل الحاجات دي بترتبط ب انخفاض او يعني او تكيف نفسي اجتماعي منخفض. طبعا الكانسر طبعا most common example, من اشهر او most common disease, من اشهر الامراض اللي بيبقى فيها heightened level of perceived uncertainty, بيبقى فيه يعني عدم يقين مدرك, مستويات عالية جدا من عدم اليقين المدرك, ان الشخص ما هوش عارف المرض, شايفين حتى اعراض المرض هي ايه, الدايجونوز تشخيصه, التريتمنت علاجه, يا ترى يتعالج ولا لا, ممكن يتشخص بدري ولا لا, هل علاقة بافراد اسرتي ولا لا, ممكن لو عندي ينتقل ولا لا, طبعا المرض ده ورفايند, كل الحاجات دي اللي هي الاعراض عدم اليقين دي بترتبط بيه طبعا decreased psychosocial adaptation, تكيف اجتماعي نفسي اجتماعي منخفض جدا. اخر مفهوم هنتكلم فيه quality of life, طبعا quality of life جودة الحياة, طبعا جودة الحياة اللي بيشعرها الشخص المريض بتبقى منخفضة اكيد, لكن خلينا نتفق the ultimate psychosocial outcomes in rehabilitation practice is believed to be that of
بوست سي اي دي كواليتي اوف لايف. لو كنا بنعمل اعاده تاهيل ريهابيليشن براكتس، احنا بنحاول نعمل اعاده تاهيل لشخص عنده كرونيك ايلنس اند ديسابيليتي، فهدفنا الالتيميت سايكوسوشيال اوتكمز، هدفنا النفسي الاجتماعي النهائي اللي هو يعتبر يعني الفيصل، هو ان احنا نخلي الشخص يعيش حياه اجتماعيه، حياه يستمتع بحياته، كواليتي اوف لايف، جوده الحياه بتاعته تبقى كويسه. طب برضو يعني ايه جوده حياه؟ يعني ايه كواليتي اوف لايف؟ ذا وورلد هيلث اورجانيزيشن، منظمه الصحه العالميه، ديفاين كواليتي هيلث او كواليتي اوف كواليتي اوف لايف، عرفته على ان ايه ذا انديفيدوالز بيرسبشن. بيرسبشن يعني سايكولوجي بقى، جانب يعني عباره عن ادراك الاشخاص اوف ذير بوزيشنز ان لايف in the context of culture and value system، يعني إدراك الشخص لمكانته في الحياة في سياق طبعا الثقافة اللي عايش فيها ونظام القيم اللي هو عايش فيها in which they live and the relation to their goal، وعلاقة ده بأهدافهم expectation توقعاتهم standards and concern وباهتماماتهم ومعاييرهم. إذن هو عبارة عن إدراك الفرد لمكانته في الحياة، مكانته في الحياة اللي هو عايش فيها. طبعا ده في سياق مجتمع معين وفي سياق ثقافة معينة، وده وعلاقة الكلام ده كله بأهدافه بتوقعاته بقيمه بمعاييره باهتماماته، كل ده معناه الكواليتي اوف لايف. ده تعريف ذا وورلد هيلث اورجانيزيشن للكواليتي اوف لايف. لو بصينا على كواليتي اوف لايف ممكن نلاقي ان هو مفهوم مالتي فاسيتد كونستراكت، يعني ليه ابعاد كتيرة قوي. زي ايه؟ طبعا بيشمل الحاجات ذا فولوينج فانكشن دومينز، الانترا بيرسونال، طبعا ده معناه الجانب الشخصي اللي هو الهيلث والبرسبشن اوف لايف ساتسفاكشن فيلينج اوف ويل بينج، يعني طبعا الصحه والادراكات الرضا عن الحياه والمشاعر الاستمتاع والسعاده اللي بيشعر بيها الشخص. وفي جانب انتر بيرسونال، جانب اجتماعي، وده الفاميلي لايف بقى، حياته الاجتماعيه والسوشيال اكتيفيتي وانشطته الاجتماعيه. في حاجة اسمها اكسترا بيرسونال، يعني حاجات خارج الشخص زي الورك اكتيفيتي، أنشطة العمل، والهاوسينج اللي هو السكن اللي هو بيبقى عايش فيه. فمجالات المجالات متنوعة جدا، المجالات بتاعتنا متنوعة جدا، وكلها دي طبعا مجالات الكواليتي اوف لايف زي ما انتم شايفين، متنوعة بشكل كبير جدا. برضو ايه علاقة كواليتي اوف لايف بالهيلث بالكرونيك ديزيز اند ديسابيليتي؟ in the context of adaptation، احنا بنحاول نعمل adaptation للشخص، يعمل تكيف، يتكيف مع الكرونيك illness and disability في سياق التكيف للمرض المزمن والإعاقة. quality يعني طبعا quality of life، جودة الحياة. there are typically assumption in two primary domains، طبعا لما احنا بنعمل الشخص عادي التكيف، فاحنا بيبقى عندنا امل ان يحصل حاجتين مهمين جدا في جوده حياته. ايه هو؟ successful restriction of previously disturbed psychosocial homeostasis، يعني انه نعيد مره تانية، يعيد بناء حاله التوازن النفسي المشوشه، نعيدها نظام، يعني نعمل له successful restructuring، نعيد بنائها بس بطريقه ناجحه، اللي هي نرجعه الى حاله الاتزان النفسي الاجتماعي، and attend of an adaptive person environment congruence، ونعمل ونحقق ما يسمى التكيف بين الفرد والبيئه التي يعيش فيها. عايزين نعمل adaptive person environment congruence، يعني نعمل تطابق ما بين او تكيف بقى ما بين الشخص وبيئته، يعني يتكيف ويعيش مع بيئته. ده هدف لما بنعمل adaptation to CID، ان احنا الشخص يعني ايه يتكيف مع مرضه المزمن. هدفنا ان احنا نحسن الكواليتي اوف لايف من خلال ان احنا نمره واحد successful restructuring of previously disturbed psychosocial homeostasis، ان احنا نرجع الفرد الى حاله الاتزان النفسي الاجتماعي السابقه قبل ما تحصل له عمليه اضطراب. والحاجه الثانيه ان نعمل له عمليه تطابق او تماثل ناجح او متكيف مع الشخص والبيئه اللي هو عايش فيها. اخر شريحة furthermore quality of life is concerned to be linked، طبعا جودة الحياة وجد انها بترتبط بحاجات ايجابية كتيرة جدا،
a more positive self concept. دايما الواحد بيبقى عنده تصور ايجابي لنفسه اكتر، برضه عنده صوره body image، صوره جسد افضل، as well as increase the sense of، ويزداد لديه الاحساس ب sense of control، قدرته على التحكم over في المرض نفسه. والكواليتي اوف لايف نيجاتيفلي اسوشيتد، ارتبطت بصوره سلبيه with perceived stress، بالضغط المدرك and the feeling of loss and grief. يعني واضح كده انها ارتبطت سلبيا بحاجات وحشه زي اللوس اند جريف والبرسيفد ستريس، وارتبطت حاجات ايجابيه زي البوزيتيف سيلف كونسبت والبوزيتيف بادي ايمج والانكريز سنس اوف كنترول اوفر سي اي دي. خلينا نتفق برضو، خلينا نتفق على حاجه مهمه. ايه الحاجه المهمه اللي عايزين نتفق عليها؟ هو امتحاننا زي ما انا قلت هيبقى كام سؤال، عشان برضو انتوا الاسبوع الجاي وهيبقى واقف لغايه امتى، لغايه انهي جزء. طبعا انا هحاول المحاضره بتاعه النهارده ما تخشش في ال 7 يعني، انا هكتفي للمحاضره رقم 4، فارجوكم ذاكر المحاضره رقم 4 اللي هم الفور كونسيكوانسز، وده مش هدخله، الجزء ده مش هدخله في الاكزام اللي هيكون. الاكزام هيكون اباوت مش عايز اقول بكام، لان انا يهمني تنسيق الورقه برضو، فهيقول اباوت يعني 12 ام سي كيو و2 شورت انسرز. شو شورت انسر؟ ديفينيشنز من التعريفات، يعني ايه ديسابيليتي، يعني ايه illness، يعني ايه اكيوت، يعني ايه التعريفات اللي حضراتكم هتكتبوا. يعني نقول مثلا ما بين 3 لكل ديفينيشن 3 تو 4 لاينز، وبعدين عندنا بعد كده 12 اباوت 12 ام سي كيو كويشنز. خليني برضو كده اخد الغياب، ولو في اي استفسار وانا باخد الغياب تحت امركم في اي اجابه. بس باكد مره تانية الامتحان لغايه لاست البريفيوس ليكتشرز اللي هي المحاضره السابقه. تقى طارق احمد موجوده، تقى ريس يور هاند تقى لو سمحتي، عشان بس ان انا اشوف